وللحديث عن محاولة الانقلاب العسكرية في السودان وموقف الشارع السوداني منها، معنا من الخرطوم الصحفي والمحلل السياسي السوداني محمد شناوي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. أهلا ومرحبا بكم. أهلا أهلا. هل كانت محاولة الانقلاب اليوم مفاجأة للسلطات الحاكمة الانتقالية، أم هل كانت هي من ضمن السياقات التي يعرفون بها؟ هلا وضعتنا في تفاصيل ما جرى. نعم، المحاولة الانقلابية هي كانت مفاجئة للشارع السوداني، لكن حسب معلومات تفيد بأن هناك جهات تعلم بهذه التحركات، خاصة وأن هذه المحاولة الانقلابية يعني حسب ما تحدثت إليه بعض المصادر أنها منذ أيام كان هناك حديث في الأوساط السياسية تتحدث عن أن هناك عملية انقلابية، لكن لم تصح تفاصيل هذه المحاولة. لكن اليوم عند الصباح اليوم كانت هناك يعني المحاولة في منطقة المدرعات التي تقع جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، خاصة وأن هذه المنطقة هي منطقة عسكرية توجد بها العديد من القوات النظامية، بالإضافة إلى وجود أيضا الدبابات في تلك المنطقة. حسب ما علمنا أن هذه المحاولة انطلقت من هذه المنطقة في المدرعات، حيث تم الاعتقال على 40 ضابط، من بينهم أيضا جنود من الجيش السوداني. حسب ما تواترت المعلومات بأن من كان يقود هذه المحاولة الانقلابية هو أبو بكر الفاضل بكراوي، وهو كان من ضمن الضباط الذين أحيلوا للمعاش منذ في عهد الرئيس البشير الرئيس السابق. وبالفعل وعندما جاءت الثورة السودانية تم إعادته إلى الجيش مرة أخرى، وهو اليوم الآن يقود هذه المحاولة. وهناك عدد من الضباط من عقداء وعمداء إذا صحت التسمية. المحاولة الانقلابية هي وجدت رفض واسع جدا من قبل الأوساط السياسية. حزب البعث العربي هو أصدر بيان رفض. يعني هل نفهم من هذا الأمر أن اتهامات السلطات في السودان أن من يقوم بهذه المحاولة الانقلابية هم عناصر النظام السابق لا أساس لها من الصحة؟ حتى الآن كل الاتهامات هي موجهة للنظام البائد، خاصة وأن النظام البائد منذ الثورة السودانية ظل يعمل في محاولات للحكومة الانتقالية، ولذلك أنا لا أستبعد ضلوع عناصر من وظائف النظام البائد وخاصة من القوات النظامية في هذه المحاولة. وبل بالتأكيد النظام البائد هو وراء هذه المحاولة الانقلابية. طيب أمام هذا الانقلاب أستاذ محمد، يعني إلى أي مدى أصبحت المرحلة الانتقالية في السودان مهددة، وهل هناك مخاوف من تضييق ما سيكون عنوان المرحلة المقبلة في ظل حديث حمدوك عن إجراءات لتحصين العملية الانتقالية؟ هذه المحاولة الانقلابية هي يمكن لم تكن الأولى، وبالتالي هي فعلا تهديد للحكومة الانتقالية، وهي رسالة مباشرة للمكونين المدني والعسكري بأن يتم أو أن يوحد الصف في الحكومة الانتقالية، خاصة وأن المكون المدني به خلافات بين الأحزاب المشاركة، وبالتالي ربما المحاولة الانقلابية يعني تساهم أو تحاول أو تستعجل هذه الحكومة لتوحيد صفوف كل المكونات المدنية والعسكرية. ولا أستبعد أن تتكرر هذه المحاولة حال يعني المشهد أو حال الحكومة حال هذه الصراعات، أو إذا كانت هناك صراعات موجودة بين المكونات. لكن إذا توحدت المكونات داخل الحكومة أو الحاضنة السياسية قوى الحرية والتغيير، يمكن أن
أن تمضي هذه الحكومة الانتقالية إلى الأمام، خاصة وأن عمر هذه الحكومة الآن أكثر من عامان، وبالتالي لا بد من الانتباه لهذه المحاولات الانقلابية، ولا بد من وحدة القوى الحرية والتغيير، خاصة وأن هناك خلافات الآن داخل المكون المدني، وبالتالي هناك تفلتات في هذه الأيام في الشوارع السودانية منذ أكثر من خمسة أشهر، وهناك أيضا يعني اعتراض على مسار الشرق، خاصة وأن مدينة بور السودان وهي تقع في ولاية البحر الأحمر بها يعني تفلتات، أو حيث تم إغلاق هذا الطريق القومي للخرطوم، الرابط بين مدينة بور السودان والولايات الأخرى وبما فيها العاصمة السودانية خرطوم. نعم. الانقلاب المتابع المشهد يلاحظ أن الانقلاب هو جاء متزامنا مع هذه التفلتات الأمنية داخل العاصمة، بالإضافة إلى الخلافات بين المكونات داخل القوى الحرية والتغيير، إضافة إلى الشرق السودان هناك قائد يسمى تيرك، وهو قائد منطقة، هو مش قائد، هو قائد فئة معينة لقبيلة معينة، وهو الآن يحرض أهل الشرق على اعتراض أو إغلاق المسار الرابط بين العاصمة السودانية خرطوم ومدينة البحر الأحمر. هذه العوامل هي ربما الصحفي والمحلل السياسي السوداني محمد شناوي، كنت معنا من الخرطوم، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في جولة عصر اليوم الإخبارية.